ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، حامل لواء المجاهدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، يقول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. عباد الله، من القضايا التي تشغل بال العرب والمسلمين في هذه الأيام قضية سوريا، ولا يسع كل من يتابع أنباء الجهاد هناك والانتصارات التي يزخر بها وأطفالهم. مهما يكن ذلك ومهما تكن النتيجة
يخرجهم عن منهج أهل السنة والجماعة نفذ صبر أولئك الذين يؤمنون بالله ويريدون المحافظة على منهج أهل السنة والجماعة في بلادهم، فصبروا وصابروا ورابطوا، وأسأل الله عز وجل لهم النصر والتمكين. عباد الله، لم يبال الأحبار بقلة عددهم وندرة عدتهم، ولم تلن أفئدتهم للقوات الروسية التي اجتمعت مع السمة القوات الروسية، ولتدخل الإيرانيين وكذلك حزب الله في بلاد لبنان، لم تعلنوا لم يذرهم ذلك عن متابعة قضيتهم ومحاولة نصرة أقرب قومهم ودعوتهم إلى منهج الله عز وجل. صبروا وصابروا وقاموا بما أمرهم الله عز وجل به، وإن واجهتهم تلك الأسلحة الفتاكة التي أعدت لهم، لأن إيمانهم ارتفع بهم فوق المادة وسما بهم فوق العالم، فصبرت في عيونهم جموع العدو والمكتائبه التي يجرها عليهم بعد بين الفيلة والأخرى، وحضرت أمامهم طائرات وأساطيل، وأحسوا بإحساسهم اليقيني أنهم بإيمانهم بالله وحرصهم على الموت في سبيله أرجح كفة وأشد بأسا وأشد تنكيلا. ولا عجب عباد الله، ولا عجب، فإن القوم لم يستسلموا فيجي أبوابها موصدة أمامه عليها ملائكة.
لماذا؟ لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء هم أهل الرفض يا عباد الله، هم الذين يريدون تدمير بلاد الشام، وينتقلون بعد ذلك إلى البلدان المجاورة ليمدوا فسادهم في الأرض. فأسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحورهم. ولقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من قاتل لتكون كلمة الله والهية العليا فهو في سبيل الله، وبين لنا صلى الله عليه وسلم الأمر بالمجاهدة للكفار بأموالنا وأنفسنا وألسنتنا، ذلك ردعا لهم وإبعادا لهم عن بلاد المسلمين. إنه العدو عباد الله. والله جل وعلا يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. إن إيران تعد العدة، إن الإيران هي التي نعدها العدو الأول للإسلام والمسلمين للمسلمين، لذلك هي تحاول وتستميل في إخضاع أهل السنة في بلاد الشام، متحملة كل ما يلحق بها من أضرار سياسية أو اقتصادية، لأنها تعلم أن نصرتها هناك نصرة لها في كل أرض. فمن الواجب علينا أن نقف مع إخواننا، وأن ننصرهم بما نستطيع من أموالنا والدعاء لهم دائما وأبدا، وذلك أقل ما يقدم لهم. هم لا يحتاجون إلى رجال، إنما يحتاجون إلى المال ويحتاجون إلى الدعاء. وقد تيسر الخير من هذه البلاد المباركة فلله الحمد والمنة. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا، واكفنا شر أعدائنا يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن الله جل وعلا حفظ هذه البلاد المباركة من الفتن، حفظها الله عز وجل من الاستعمار إبان استعمار كثير من بلاد المسلمين، فحفظ الله هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين التي منها خرج الإسلام وجعش عنه في أصقاع المعمورة. وقد بين صلى الله عليه وسلم في أنه في آخر الزمان يأرز الإيمان إلى مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. تلك هي البلاد المباركة، بلاد أهل السنة التي حفظت السنة وأعلت رايتها في أرجاء المعمورة، فأصبح لها دعاة خير في أرجاء الأرض يدعون إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بلاد حفظها الله وسيحفظها الله عز وجل، فأسأل الله عز وجل أن يرد كيد الكائدين في نحورهم. إنها بلادنا جميعا، بل بلاد المسلمين أجمع في أرض المعمورة قاطبة، كلهم يتوجهون إلى مكة ليؤدون صلاتهم، يتوجهون إلى الكعبة، إلى هذه البلاد المباركة التي أخذت على عاتقها نشر الإسلام والحفاظ عليه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من جنود دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا بلاد الحرمين. عباد الله، إن لهذه البلاد على كل منا ضريبة، إن لهذه البلاد على كل منا ضريبة.
القيادة فاجعلها قيادة ربانية يا سميع الدعاء، فأرزق إخواننا في بلاد الشام قيادة ربانية تسمع كلام الله وتسمعهم وتنقاد إلى الله وتقودهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم املأ قلبه غيرة على دينك، اللهم اجعلنا وإياه وإخوانه هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم اجعلنا لك شاكرين ذاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق إخواننا في بلاد السودان الأمن والاستقرار يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الأمن والاستقرار يا رب العالمين، وارزق إخواننا المسلمين في كل مكان الأمن والاستقرار والنصر والتمكين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة